السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. أيوة شيخ مصطفى، بقول لحضرتك كنت عاوز أسأل حضرتك كده. أنا اسألي. أنا متجوزة بقالي 11 سنة. طيب الحمد لله. الحمد لله، وعندي 3 أولاد. اللهم بارك، اتفضلي. أنا بيني وبين زوجي مشاكل كتير جدا، يعني من أول ما اتجوزت تقريبا طيب بعد ممكن ما بقى العز. بس وأنا حاليا تعبت طيب وطلبت الانفصال رسمي. طيب وبعدين؟ تمام. فمع العلم ان انا يعني انا هو رمي عليا طلقتين في طيب اخر مره. طيب وبعدين؟ فحاليا هو دلوقتي يعني متكلم ان انا يعني ايه، ان انا الغي فكره الطلاق دي نهائي من دماغي. طيب تمام، انا اطلع فكره الطلاق دي من دماغي، اطلع فكره الانفصال دي من دماغي. يعني طب السؤال، ما السؤال؟ السؤال بقى، انا نفسي قفلت منه خالص خالص والله العظيم يا شيخ. والسؤال؟ يعني انا ينفع اكون يعني اكون زوجة لي على الورق، ملوش اي حقوق على اي شيء تاني؟ هو موافق على كده؟ ايه، موافق؟ انا لسه ما اتكلمتش مع حد، انا عايز اسال. انا يعني شرعا ما هو حرام إذا عليا و... ان انا اتجوز كده إذا ولا مش حرام؟ أما شوف يا أختي، نحن بين أمرين، إما طلاق وهو يرفض، إما خلع تريد تدخل اختلعي، أو نتصالح على شيء فيما بيننا، هو يتنازل عن شيء من حقي وأنت تتنازلي عن شيء من حقك وتعيشه. فإذا هو وافق على هذه الفكرة، قال يا بنتي عندنا أولاد، يا أختي عندنا أولاد، بدل الطلاق، إحنا أمام الناس مستورين حتى البنت تتزوج ولا يقل أمها مطلقة، فنحن مستورين وأنا متنازل عن حقي. إذا قال لك أنا متنازل عن حقي خلاص تمشي. يعني أنا لو طلبت طلب زي ده مش هيبقى حرام عليه وهو وافق عليه؟ لا مش حرام عليك، إذا وافق عليه خلاص الحمد لله. ما أنت بتقولي له كده، الآن إما أن تطلقني وإما أن أختلع وإما أن أبقى، لكن لا أؤاخذ بالحقوق التي لي عليك، التي لك علي بس. ولو هو وافق، يعني أنا لو حاجة زي كده مثلا أدخل حد من أهلي يتكلم في الموضوع ما ده؟ فيش مشكلة. تمام، لو هو وافق وإن امرأة خافت من أنا بعلها، اسمعي كلام بقى خلاص، اسمعي يا أختي، اسمعي. أعوذ بالله. يوجع لي قلبي بيه ويقعد بقى يوجعلي حسيني دايما ان طول الوقت ربنا غضبان عليا. طب اصبري علينا نتكلم، بس اصبري علينا، اصبري نتكلم، ايه اصبري، اسمعي الكلام، اسمعي الكلام بس، اسمعي. الله يقول وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. هذه في المرأة تكون عند الرجل، عكسك يعني، الرجل لا يحبها ويريد أن يطلقها، فتقول لا أنا متنازلة عن حقوقي وأبقي علي، لا بأس بذلك. العكس أيضا، إذا كان هي كره المعيشة ولا تريد أن تتحمل إثما بين يدي الله، قالت له أنا أريد أختلع، قال لها بنت الحلال لا تختلعي وأنا متنازلة عن حقي معك، كده أيضا لا بأس، والصلح خير. فهمت الكلام؟ أيوة. فإذا وافقك الحمد لله، وبعدين الزوج ليس إله، الزوج عبد وأنت أمه. خلاص القصة انتهت، فأنت تخيري، تقول له أنا الوقت أمام أمرين، أنا كرهت المعيشة معك فسأقدم خلعا ومن حقي أن أختلع. إذا قال لك المختلعات المنافقات حرام، إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها، عشان كل هذا لا يصح. ربنا قال في كتابه الكريم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تقول له أنا سأفتدي يا عمي، أنا أريد أن أختلع. وافق خلاص، ما وافق وقال أنا متنازل عن حقي ولا تختلع لا بأس، إذا رضي يعني.